ممتعة للجميع. موسم 2004 يحل سكوديتو، انتر ناسيونالي 21، نابولي 21، اولبيولا فيورنتينا بنفس الرصيد من روما من اجل الانتصار والهروب في صدارة الدوري، رغم ان الكلام سابق لاوانه، لكن البطل هناك محطة فرنسي في تدريب نادي الكابيتال. انه ثلاث نقاط اليوم هي بيزانتي بلغة الطليان ثقيلة، و 15 ملك الاسيست بيانيتش في الصورة، الفرعون المصري صلاح، 9 قلب تشيكو، لاعب الكوبا امريكا وبطل القارة الشيلي، لاعب متوسط ثالث وتريدنتي هما اليايت اكس رومانيستا 22، 10 يوبيتيتش، 44 بيريزيتش. هذه هي تشكيلة المباراة، وهذه ورقة اللقاء، الانتظارات كبيرة جدا، والتنافس يبدأ من أول اللحظات، أولى الثواني، وضرب الرؤوس من 7 مباريات بدون فوز. خبرة الفولس كابولانكاردي مع مانشين أولا، وفي ختامها الرايا سبيشل وان جوزي مورينيو، ورقم الشامبيونز ليج في 2010 في البرنابيو، من صفر من البرينشيب ديفواري، يمشي تشيرفينو، كرة الشانس لبيانيتش، بيانيتش لصلاح، يهرب صلاح، المراوغة من المصري صلاح، ودفاع خارجة الكرة، شوف روزنال، هنا الكرة الأخيرة محمد صلاح، اللاعب الذي تكون في المقاول العرب، أحد أعرق أندية أفريقيا في الثمانينات، ربحوا بكأس الكؤوس الأفريقية 3 مرات، منهم الثمانينات وقت كان عندهم الحارس الشهير الكاميروني أنطوان بيل، وكان عندهم طبعا الغاني الشهير عبد الرزاق. الآن فما صلاح، صلاح يلعب كرة، روما يضغط وروما يقترب، وصلاح يوجه أول التسديدات بالرأس، محمد صلاح، ولكن قدم في بداية المشوار 2006-2012 مع المقاولون العرب، اللاعب اللي بدأ يظهر كمشروع النجم في نادي بازل بسويسرا، 2013 بطل السوبر ليج بسويسرا، ثم المحطة التاريخية في تشيلسي مورينيو، الفيورنتينا واستثمار الفرصة والمطلب في روما من أجل أن يكون أحد النجوم، 5 أهداف مع فريق الكابيتال. على فكرة في الدوري الإيطالي الصعب بين فيورنتينا والإنتر ميلانو، إنتر 2015 إنتر مانشيني الحالي كأنها إنتر لموسم مازال ماراثوني، و5 أسيست منه جابوا أجوال، صلاح الثالث من جام في يناير عام 54، يهرب صلاح يغطي ناجاتومو، يرجع صلاح يعود يغطي ناجاتومو يعدي، ولكن فما كرة بالأوت تجاوزت الحدود وتجاوزت الخط، فكانت ضربة مرمى للحارس تشيزني القادم من نادي أرسنال، وربح الكأس الأتراك والرأسية والأجل الآن في مجال السانسيرو، ولكن من صلاح السرعة والمهارة، صلاح أهرب، صلاح يعدي، صلاح أبو سمبل حتى الكرة جيرفينو، ترجع كرة صلاح، صلاح يمشي صلاح، محطة الفيولا نفعته، ولكن ما يتيحش رينو 2-1، اليوفي مازال بعيد للمنافسة على اللقب، ولكن موسى هدف كل 125 دقيقة، عنده 5 أهداف، جيرفينو يطير لنانجولا من اليمين، يمشي لصلاح، 5 أهداف هذا الموسم في 9 جولات، يمشي الكرة صلاح، صلاح يعطي باس يخرج كرة من نتبع ونتكلم، باس كرة بيريزيتش ومحاولة خطيرة ضاعت على الإنتر، ترجع بخطورة صلاح، يمشي المصري العربي 23 سنة فقط باش يعمل مسيرة متميزة، في رايح احسن لاعب عربي هذا الموسم، يمشي بالكرة صلاح حتى في الشبكة الصغيرة، صلاح في رأيي يستحق هذا السيزون أن يكون صاحب الكرة الذهبية كأفضل لاعب عربي، حتى على المستوى الأفريقي سيكون في التوب 3 في رأيي، يستاهلها صلاح، يمشي يضرب كرة، ثالث الخطورات وثالث الكرات وثالث المخاطر وثالث المطبات يا هاندانوفيتش، المطب الأول استعملت ديك اليسار في المطب المفتقد من سنوات، يعبر وينتفض لكرة ميدان بروزوفيتش، ملا برو صلاح يعدي 1-2 فدم، يتقدم اللاعب جيرفينو، صلاح يخسر بالكرة الأخيرة، يخسر الكرة صلاح، ترجع له صلاح ليصلح ما فات، يمشي روما باش يصلح الأرضية والأحلى، هاندانوفيتش في الفترة الثانية فقط المهارة، ترجع الكرة عن طريق ما يكون عادل صلاح،
عادل صلاح يمشي مايكون يرجع مايكون اخر اللحظات زاد دقيقه هنا في سماك يا سانسيرو ولكن نيكول يقول الحرائق اجلوها للشوط الثاني 1-0 للانتر. هذا عريس الاول اسمه غاري لقبه ميدال وسفاح او صفته سفاح الكلاسيكو يا مانشيني. الطلياني يتفوق على رودي غارسيا ليس جديد في تاريخ المواجهات. مرة أخرى نعود للشوط الثاني من مباراة كانت ممتعة ورائعة في الشوط الأول وفيها كان التقدم المستحق للإنتر بهدف للصفر عن طريق غاري ميدال الذي كان نجم في ميدان السانسيرو في الشوط الأول. الشوط الثاني من دون تغيير روما بنفس الأحداث تشيزني مايكون ديني ماموناس روديغر فلورنسي نايكولان بيانيتش صلاح جيكو واجيرفينو. بالنسبة لفريق الانتر هاندانوفيتش دامبروتسيو ناغاتومو جواو ميراندا موريو غوارين ميدل بروزوفيتش الذي كان نجم الشوط الأول ثم عنا اليايتش يوفيتيتش وبيريسيتش 26 سنة اللاعب القادم من في اف ال وولفسبورغ في الدوري الألماني نظير 18 مليون يورو وإضافة مليونين كبونص. بالنسبة لنجم الشوط الأول اللاعب بروزوفيتش اللاعب القادم من دينامو زغريب أكثر لاعب جري في الميدان جري 6 كيلومتر و300 متر. والثاني هو لاعب روما بيانيتش اللي أمامك في الصورة عمل 6 كيلو و16 متر بالضبط في الشوط الأول. دعنا من لغة الكيلومترات ودعنا من لغة الأمطار الآن حكاية أقدام والآن الصراع طليعة وصراع وصفة فمن سيكون الأول ومن سيكون الثاني. الشوط الثاني روما أكيد سيحاول الضغط وروما سيبحث عن التعادل فليتوفق في إدراك شباك الرائع في الفترة الأولى. تمشي الكرة مرة أخرى خطير على ديف كنترول ممتاز وباس ممتاز وصلاح يقلم أنه يتعادل. روما اللي جاب برشا نقاط ضغط العاصمين روما تضغط في وسط الميدان إلى اليمين وكرة سريعة يطلع فيها مايك حتى الكرة عن طريق مايكون يمشي البرازيلي ينسى الماضي البرازيلي مش ممكن بسبب ذكرى الهجوم ناغاتومو صلاح في دور دفاعي مش صلاح صلاح ناغاتومو قبله ناغاتومو 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 مصعب يومه لحد الان في الجناح في الاطراف توكلوا ليفواري من يمشي بيرالين بيانيتش صلاح واحد ضد واحد صلاح يهرب عدى عدى صلاح مش ممكن مش ممكن. هاندانوفيتش نتاع حارس هاندبول نتاع حارس كرة يد الايقاف هذا ستوب هذا نتاع جول هاندبول راهي انت يا هاندانوفيتش وصلاح ضيع فرصة العمر في الكلاسيكو ديتاليا وكانت امكانيته شانس الضربة القاضية وضاعت على فريق الانتر. كرة وصلاح وجول مش ممكن من واحدة من اثنين من ثلاثة البلياردو في كرة صلاح وصلاح لم ينصلح حاله مرة أخرى أمام المرمى مش ممكن. هاندانوفيتش هاندانوفيتش ميدال ليس من الام هذه كرة ولا اروع وهذا بارادو ولا اروع وهذه الثانية ولا احلى والثالثة بطريقة اهدى. ما اروعك يا سمير ما اروعك يا هاندا ما احلاك يا الفيتش والثانية والثالثة والنار متاع صلاح ينجح في اطفائها واخماد لهيبها. هاندانوفيتش ما شوف الكرة شوف اوبا اقعد غادي يدخل من يضرب كرة وحارس قال لا مش ممكن. هاندانوفيتش هو الآن صدقوني 70% من السكور والنتيجة للجراسية والرصيف نجم الميدان غاري ولا ترجع من صلاح صلاح والدفاع ناغاتومو ناغاتومو قرار السليم. الياباني يلعب بنجاح اليوم قدام المصري لحد كبرى سجل 11 هدف وبعد 11 جولة الأولاني ما تلقاها جول وكرة للروما قادمة تستنى فيك يا صلاح والآن صلاح مايكون مايكون صلاح صلاح 1-0 لصلاح صلاح جيرفينو مايكون عفوا جولان تكفير واريس يمشي صلاح واحدة من الفرعون يندى على يمينك هو صلاح ياتي ليحاول مع نانجولان ومره اخرى ترجع الكره صلاح 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 الانتر يلعب كومباكت يلعب مجموعه بالراس يا صلاح صلاح عاد كوره مش ممكن مايكون كورنر روح في اخر الدقائق يا
ضغط ملا كرة ضاعت صلاح صلاح ينجح في الباس مايكل بعشرة بالراس عند الدفاع يرجع صلاح صلاح وفما شانس صلاح صلاح شد كرة باثنين الثالث مع شلاله الرابع على اليمين بيريزيتش 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 ملا فيزيك بيريزيتش يورب بيريزيتش ملا فينال 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 فينال